نبع أضاء بنوره غسق الدجى وأفاض خيرا في الجداول نفعه. في كل يوم ترتوي من فيضه نبع من الوحيين نرجو فضله. الحمد لله وحده. البعض يشتكي عندما يخالط الناس من أذى الناس من مشاكلهم، يقول ما سلمت منهم، وهل سلم الأنبياء والرسل والعلماء وصالح الأمة من كلام الناس؟ البعض منا يريد أن يعيش فوق الأرض ممدوحا، لا يريد أن يكدر عيشه بلوم لائم ولا بشنآن شانئ أي مبغض. يا أخي خالط الناس واصبر على أذاهم حتى تكون من خيار الأمة، لأن نبيك عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس، أي نفعل لهم مخلصا بذلك خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فصبرا في دروب تعليم الناس وصبرا على أذى الناس، إن تكلموا في عرضك فقد تكلم في عرض أنبياء، إن انتقدوك فقد انتقد من هو خير منك، إن جحدوا معروفك فقد جحدوا معروف الله عليهم. أخلص في عملك. نبع أضاء بنوره غسق الدجى وأفاض خيرا في الجداول نفعه. في كل يوم ترتوي من فيضه نبع من الوحيين نرجو فضله.